حل عني هي عملية ميوم بدت من فترة طويلة بتركيز من الخوارج على هذه المنطقة بقصد تدمير القوات الصديقة، لأنه وجود القوات الصديقة وهي تحارب جنبا إلى جنب مع قوات الشعب المسلحة ده بيضحط الافتراء اللي بيبثه قرنقو وعملاؤه في الداخل والعناصر المحركة له في الخارج، لأن الحرب في الجنوب هي حرب بين الشمال المسلم العربي وبين الجنوب المسيحي الزنجي. فوجود هذه القوات مع القوات المسلحة بيكذب هذا الادعاء، عشان كده ركزت قوات الخوارج كل ضرباتها لتدمير القوات الصديقة. وفي الخريف الفات كانت القوات الصديقة بتعاني من شح في الذخائر، استغل الخوارج هذه الفرصة وشددوا ضغطهم على القوات الصديقة واستنزفوا الذخيرة بتاعتها، واضطرت القوات الصديقة انها تستقل المنطقة وتنسحب الى ابيي وجزء الى بانتيو وجزء معه المواطنين تحرك الى هجيجة. فبدينا التخطيط على اساس انه العمليه دي حتتم باقل الامكانيات، ونحن كنا واثقين من نصر الله لنا ومن ثقتنا في انفسنا وفي جنودنا. اكتملت التحضيرات اللي حددناها وتحركنا سيرا على اقدام من هجليجه الى ميوم في مسافه 1500 كيلو مسيره 4 ايام. تمكنا خلالها في قطع هذه المسافه في سريه تامه، لم يشعر بها العدو الى ان وصلنا الى مشارف المعكر. وفي طبيعه يوم الهجوم بدات قواتنا في اقتحام الموقع، وكان مثال نادر للبطوله ولشجاعه الجندي السوداني وثقته في نفسه. تقدمنا واستطعنا من احتلال هذا الموقع اللي انتم مريتوا عليه قبل شويه، واللي طوله تقريبا 2 كيلو وعرضه 300 ل 400 متر. القوه كانت موجوده فيه 3 كتائب الخوارج تقدر قوتهم بأكثر من 3000 مسلحين بأحدث الأسلحة من الرشاشات المتوسطة والهونات المتوسطة والمدافع الميم دال الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. رغم هذه التجهيزات والتحصينات التي كانت تتكون من حوالي 204 دشمة اللي هي عبارة عن خندق محفول 4.5 قدم مسقوف من فوق مجهز المعسكر ضد الضربة الجوية، رغم ده نحن وصلنا للمعسكر واستطعنا أن نخرج منه قوات العدو ونطرده ونهزمه ونحقق فيه خسائر كبيره. الخسائر اللي حققناها فيه انقذنا تقريبا ضعف القوه بتاعتنا المتقدمه، استولينا على عدد ضخم جدا من الاسلحه واستطعنا تدمير 3 كتائب اللي هي القوى الرئيسيه الموجوده تقريبا في منطقه غرب النوير. اما ما تبقى في منطقه غرب النوير فهي فلول موجوده في بعض المناطق ونحن عارفينها ومعلوماتنا عنها كافيه، وسندمرها ان شاء الله بمجهود اقل من المجهود اللي احنا دمرنا به القوة كانت موجودة في المعسكر ده. ونحن لما وصلنا المعسكر ده وجدنا الخنادق محفورة والدشم معمولة والمساكن موضوعة، ومحتاجنا انه نعمل اي تجهيزات، لا حفرنا خندق ولا بنينا قطية ولا طلبنا خيمة من القيادة العامة عشان نسكن فيها عساكرنا، لانه جينا مساكن جاهزة واكثر من القوة بتاعتنا استطاعت المساكن الموجودة في هذا المعسكر ان تستوعب القوة بتاعتنا وقوة القوات الصديقة وكل المواطنين اللي توافدوا على المنطقة بعد علمهم بأنه الخوارج قد طردوا من هذه المنطقة.